السؤال الثاني ما هو؟ لما تكون حما ويكون مرات ابنها بنت اخوها والست كبيره وتعبانه. انا مستمع يا دواز لو سمحتي. لما تكون حما ما سمعتك. لما تكون حما ايش؟ محط زوجة ابنها بنت اخوها عليها. نعم نعم. وحماتها تعبانه، عمتها مريضه، ليس لها بنت، ليس لها احد غير ابنها ده وزوجة ابنها بنت اخوها. نعم. اللي كانت تساعدها وما كانتش تسيبها ابدا. لا هي لا لا تزورها لما تكون مريضه. اعوذ بالله، هذا جحود. هذا لا تزورها ولا تسال عنها خالص. هذا جحود. يعني هذا بتموت ما بتسالش. لكن انا اريد اشير الى شيء. اول شيء هذا جحود وهذا لا يصح، والابن لا يكون برا، يتقي الله بامي، يضع نفسه تحت قدم امي. لكن لما لا نعذرها ونقول ما كانت تسمع، ما كانت تعلم، لعل في شيء. تسمع يا شيخ، تسمع. تعلم؟ تعلم يا شيخ. هذا جحود، هذا جحود، وعلى زوجها أن يأمرها وأن يربيها. هي لا تكون خادمة، لكنها حق المسلم على المسلم، مش حق عمتها فقط وحماتها، حق المسلم على المسلم. هي مخطئة، اعفو عنها واستغفري لها. لكن ابنك أيضا، ابنك بقول معها أولاد، بقول معها أولاد. والله يعني أنا ما بدعيش عليها، أنا بالعكس ما بكون مريضة أنا بدعو لها. أسأل الله أن يعفو عنها، يعفو عنها الله ويهديها. أنا أرجوك يعفو عنها من فضلك وكرمك، ولعل الله جل وعلا يعفو عنك، وإن شاء الله جل وعلا يعني يأتي بها إليك تقبل يدك ورجلك وابنك كذلك. تفضل الله عليك برضوانه. ابن كويس يا شيخ، ابن كويس معي. يبقى اذا وهي تاتي ان شاء الله تقبل يدك وتحبينها اكثر مما كانت باذن الله. انا بدي للناس كلها يا شيخ، بدي للمسلمين انحاء العالم كله. رضي الله عنك. هذا الظن فيكي، هذا الظن فيكي. اصحاب الفطر السليمه افضل الناس. رضي الله عنك.